أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل البرمائي وما حكم أكل الضفدع؟ الضفدع منهي عنه، والقاعدة أن كل ما أمر النبي بقتله لا يحل، وكل ما نهى عن قتله لا يحل. هذه قاعدة. نهى عن أكل الضفدع، عن قتل الضفدع والهدهد والصرد، هذه لا يحل أكلها لأن الرسول نهى عن قتلها. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأة. نعم.